شيفر سانتي. في شيفر سانتي قدموا لكم أهم الأرقام على المستوى الدولي والتونسي خاصة. اليوم باش نحكي لكم على مرض الزهايمر، وين تشهد السنوات القادمة تزيد ملحوظ في أعداد مرضى الزهايمر من يفوق سنهم 60 سنة بسبب اتساع قاعدة هذه الشريحة العمرية. هذا حسب أفادت به المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفيف الهمام، وأضافت أن القاعدة الهرمية للسكان تنظر باتساع شريحة الشيخوخة التي ستكون عرضة لأمراض الشيخوخة المرتبطة أساسا بمشاكل في الذاكرة وفي ظهور مرض الزهايمر. وتعد تونس نحو 1,500,000 شخص من الفئة العمرية 60 سنة فما فوق حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء في سنة 2018. وفي المقابل تشير آخر الإحصائيات حول مرض الزهايمر الراجع لسنة 2014 إلى أن نسبة المصابين بمرض الزهايمر تقدر بنحو 10% من الأشخاص المنتمين للفئة العمرية 60 سنة فما فوق حسب المختصة، التي أكدت غياب إحصائيات دقيقة جدا في هذا الموضوع. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.